الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ولمحمد محمد. يقول ولما كان من المستحيل ان يتصف الموجود باحوال غير موجوده انحصرت الاحوال المذكوره يعني المحمولات الصفات الحيثيات تعينات الأعراض الذاتية سميها كما تشاء في أحكام أحكام يعني هي الأعراض هي الأحكام تقيدات في أحكام تساوي الموجود من حيث هو موجود كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية المساوية للموجود المطلق أو تكون أحوالا هي أخص من الموجود المطلق لكنها يعني هذه الأحوال وما يقابلها جميعا تساوي الموجود المطلق الموجود المطلق كقولنا الموجود اما خارجي او ذهني الموجود اما واحد او كثير الموجود اما بالفعل او بالقوه الموجود اما واجب او ممكن والجميع كما ترى امور غير خارجه من الموجوديه المطلقه والمجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفه الانطولوجيه. الفلسفه الانطولوجيه. أضيء هذه المسأله أنها مهمه جدا. الآن أنت الآن انظر إلى الوجود منبسط، قطعه واحده. لا تنظر إلى البدايه ولا تنظر إلى النهايه. هل تجد مرتبه بالقوه فيه؟ لا تقول شيخنا ما دام هو داخل الوجود فكله بالفعل. إذن هنا الفعليه الكليه الفعليه المطلقه تقول وجود فعلي ما فيه تردد هنا ما فيه تردد الخارجيه المطلقه لان حتى الدين ينتمي الى الخارجيه الذهنيه تقول الوجود خارجيه مطلقه مواصفات تساوي مطلق الوجود يعني اينما تجلى الوجود وجود مطلق خارجي الوجود خارجي مره لا مره ننظر الى التقطيع التقطيع اذا كان الوجود في دائره الوجوب لا يكون ممكنا واذا كان في دائره الممكن لا يكون واجبا فتتاسس قضيه مترددة المحمول نقول الموجود اما واجب واما ممكن معناه مرة يتقيد في دائرة الوجوب مرة يتقيد في دائرة الإمكان الوجوب والإمكان كلاهما يشكل محمولا للموجود موضوع الفلسفة وكذلك إذا كنا في دائرة الوجود الخارجي والوجود الذهني مرة يكون الوجود الخارجي في مقابل الإدراك مرة يكون في دائرة الإدراك في مقابل الوجود الخارجي هنا الخارجية ليست مطلقة، خارجية في مقابل وجود ذهني، فنقول الموجود إما خارجي وإذهني قضية مترددة المحمول. مرة نكون في دائرة العلة، ومرة نكون في دائرة المعلول، فنقول الموجود إما علة وإما معلول. فالمسائل التي تعينت في الفلسفة الأونطولوجية من هذا النوع. إما محمول بنحو المطلق ثابت للموضوع الوجود أصيل كما سيأتي الوجود أصيل الأصالة أينما كان سيدنا الوجود فهو أصيل أما إذا كان في العلة فلا يختزل في العلة موجود في المعلول إذا كان في التقدم موجود في التأخر إذا كان في الوجوب موجود في الإمكان وهكذا هذه تسمى القضايا المترددة المحمول قضية جديدة لا يعرفها المنطق القديم اكتشفت في السياق الفلسفي كما اكتشفت القضية التي في علم الإجمال تردد بين مصادق العلم الإجمالي في الحق الأصولي وفي الفلسفة التحليلية الفلسفة التحليلية درست هذه القضية بالتفصيل وعلم الأصول درسها في علم الاصول بالتفصيل رؤى متعدده لتبيينها فحان الوقت ان ندخلها في الحقل المنطقي بما يناسب علم المنطق كذلك قضيه متردده المحمول قضيه حمليه متردده المحمول ليست قضيه شرطيه وقضيه اخرى الموجبه المحمول اكتشفت في سياق فلسفي هذه يجب ان تدرس في الحقل المنطقي بما يناسب الحقل المنطقي. اكتشفت في سياقات معرفيه اخرى غير المنطق. من هذه القضيه الحمليه المتردده المحمول. يعني عندنا موضوع هو الموجود المطلق متردد بين العله والمعلول. يعني بين العليه والمعلوليه، بين التقدم والتاخر، بين الوجوب والامكان، بين الوجود الخارجي والوجود الذهني، بين الفعليه والقوه، بين الوحده والكثره. تسمى القضايا الحمليه المتردده المحمول هذه المسائل التي تتجلى في الانطولوجيا لاحقا يعني ندرسها لاحقا مره يكون المحمول يستوعب جميع الموضوع موضوع الفلسفه مره لا هو وعديله يعني العله مع المعلول المجموع يشكل محمولا لي الموجود فتتشكل مسائل الاونطولوجيه اذن اذا ركزت على القضايا المتردده في المحمول وجعلت الموضوع على مستوى طرف التردد مثلا المعلوليه فالمعلوليه تكون اخص من الموضوع لا تستوعب الموضوع لوحدها يجب ان تكون معها العله ولهذا يقول يقول والجميع كما ترى امور غير خارجه من الموجوديه المطلقه والمجموع من هذه الابحاث هو الذي نسميه الفلسفه يعني الفلسفه الانطولوجيه ان اذا عندنا سنخان من القضايا في الفلسفه الانطولوجيه السنخ الاول المحمولات تستوعب جميع الموضوع محمولات لا اذا كان في طرف التردد يكون طرف التردد اخص من الموجود فالموجود في دائره هذا التردد الموجود واجب وممكن الوجود لا يختزل فقط في الوجوب فالوجوب في اخص من الموجوديه المطلقه الموجوديه المطلقه كما تطال الوجود الواجبي تطال الوجود الامكاني فاذا كان الوجود في دائره الامكان فالامكان اخص اخص من مطلق الوجود لان الوجود متسع يطال الوجوب ويطال الامكان هذه الأمور جدا مهمة ورائعة ولهذا صادر عليها صاحب المتن قدس سره وقد تبين بما تقدم هنا يفرع مجموعة من الفروع أوصلها إلى فروع خمسة يقول أولا أن الفلسفة أعم العلوم جميعا ملاك الأعمية لأن الموجود أعم إذا كان موضوع الفلسفة الأنطولوجية أعم الواقعيات بل الواقعيات هي تعيناته والتعين يأتي أضيق من المتعين فكل العلوم تندرج تحت الفلسفة كلها تندرج تحت الفلسفة بالعكس الفلسفة هي التي تسلم لها الموضوعات يعني بعدما يثبت الحقل الفلسفي الجوهر ومن اقسام الجوهر الجسم يسلمه للفيزيائي الفيزياء يدرسه من حيث خاصه الحركه والسكون يسلمه للطبيب يدرسه من حيث الصحه والمرض يسلمه للفلكي يدرسه من حيث الغروب والشروق وهكذا لماذا لعموميه الموضوع فتكون هي ام العلوم ام العلوم ان الفلسفه اكتب الانطولوجيا أعم العلوم جميعا جميعا بدون استثناء لأن موضوعها أعم الموضوعات هذا هو الملاك الأول لا أقول أدلة لأن هنا لا يستدل ملاكات هذه ضوابط ما هو موضوع الفلسفة الموجود المطلق الشامل لكل شيء يعني الوجود المطلق وسأبين الوجود المطلق بعد هذا الفرح فالعلوم جميعاً تتوقف عليها تتوقف على الفلسفه في ثبوت موضوعاتها لان الموضوعات كلها تندرج تحت اما جوهر واما عرض او هي الواجب يعطى للالهيات. الالهيات تدرس حيثيات الواجب فتتاسس ما يسمى بالالهيات اما طبيعيه او الهه وحيانيه او مخلوطه بين الطبيعيه والوحيانيه كالتجريد. نعم. وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم. لماذا؟ لأن قلت لكم موضوع الفلسفة نشاهده نحن في في الحقيقة الاونطولوجية بالشهود. معطى بالشهود. ولهذا لا تحتاج الفلسفة إلى علم أعلى يثبت لها موضوعها فالعلوم جميعا تتوقف على الفلسفه الانطولوجيه في ثبوت موضوعاتها. اذا العلوم تاخذ الموضوعات مسلمه من الفلسفه. والفلسفه تدرس هذه الموضوعات بشكل كلي، يعني تدرس الجسم بشكل كلي. ثم ياتي الفيزياء ياخذ الجسم يحيثه بما يناسب الفيزياء. ياتي الفلكي يحيثه بما يناسب الفلك. يأتي الطبيب يحيزه بما يناسب الطب فتنشأ مسائل حسب هذه المناسبات فتنشأ الحقول المعرفية الحقل الطبي الحقل الفيزياء الكيميائي الفلكي وهكذا وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم فإن موضوعها الموجود العام الموجود العام اكتب الموجود المقيد بقيد الإطلاق الذي نتصوره تصورا أوليا ونصدق بوجوده كذلك لأن الموجودية نفسه هنا نحتاج إلى وقفة قال نتصور ونصدق يعني السيد العلامة دائما يقفز إلى الحقيقة المنطقية التصديق الأولي التصديق الأولي كيف يعني أنا الآن في الحقيقة الأنطولوجية وشاهد الواقعية وشاهد هذا الوجود هنا حقيقه اونتولوجيه سميها علم حضوري سميها كما تشاء انا اقول حقيقه اونتولوجيه اشاهدها اشاهدها ثم ناتي الى التاسيس القضوي التاسيس القضوي ما اشاهده وأسس له مفهوما مفهوم الوجود اقول بديهي لماذا؟ لأن هو ظاهر لي إذن البداهة لمفهوم الوجود الذي أسسته أنا في دائرة الحقيقة المنطقية أم البداهة على مستوى الحقيقة الأنطولوجية على مستوى الحقيقة الأنطولوجية وذلك المفهوم يحكي تلك البداهة إذا إذا قلت مفهوم الوجود بديهي يعني أنا أرى الوجود في دائرة الحقيقة الأنطولوجية هذا معنى البداهة مفهوم الوجود لأن المفهوم معناه يعني أنا في متن الحقيقة متن الحقيقة في متن الحقيقة يعني الحقيقة الأونطولوجية إذا جيت إلى عالم المفاهيم مفهوم الوجود ما هو أكون بديه لماذا لأنه من هناك أنا صنعته من تلك البداية ثم نقول الوجود موجود الوجود موجود شكلت أول قضية علمية في تاريخ العلوم والحاكمة على جميع العلوم. من أين هذه القضية وهي بديهية أصدق بها يقينا؟ من ذلك الشهود، أنا في متن الحقيقة الأونطولوجية، فتكون الحقيقة المنطقية تابعة لهذه الحقيقة الأونطولوجية. إذا الوجود وجود حقيقة. الوجود حقيقة، وجود حقيقة، وسيتبين لك إذا وصلنا إلى أصالة الوجود قيمة هذه القضية الأولية والرائعة. الوجود وجودٌ. ثم تأتي قضية أخرى الوجود أصيل هناك نبين هذا الأمر بالتفصيل بالتفصيل نعم فيقول وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوع على شيء من العلوم واضح جدا لأن العلوم عال على الفلسفة في إثبات موضوعاتها فإن موضوع الفلسفة الانطولوجية الموجود العام مقيد بقيد الإطلاق الذي نتصوره تصوراً أولياً بينتها ونصدق بوجوده كذلك تصديقاً أولياً لأن الموجودية عينه نفسه هنا أشير إلى نقطتين ما معنى الوجود العام هو موضوع الفلسفة الانطولوجية وما معنى آه وما معنى الوجود العام وما معنى أن الموضوعات العلوم تتفرع من هذا الوجود العام هنا سأضيء مسألة خطيرة جدا هي التي أو على أساسها نفرز بين المدرسة المشائية والمدرسة الحكمة المتعالية لأن هذا النص هذا الكتاب في بيانه أقول في بيانه يتحرك في المناخ المشائي شيئا أم أبينا وسيتضح لك هذا الأمر بجلاء في حينه حين التطبيق حين بيان المسائل إذا يجب أن نفهم جيدا موضوع الفلسفة في المدرسة المشائية وفي الحكمة المتعالية وأين يكمن الفرق والا اختلطت علينا البحوث موضوع الفلسفه عند المشاء هو الوجود العام الوجود العام يعني نقول واجب الوجود وجود يعني تقيد بطارديه العدم عالم العقول وما فيه موجودة يعني كل مصادق عالم العقول متحيثة بطارديه العدم عالم المثال عالم المادة على وسعته وانبساطه كل مفردة تجدها ماذا طاردة لعدمها فيما الاشتراك هنا تأتي المساءلة فيما الاشتراك بين جميع هذه الواقعيات على انبساطها ألا متناهي تقول شيخنا كلها محيثة بطاردية العدم يعني عندنا واقعيات محيثة بطاردية العدم يعني في اشتراك في حيثية، حيثية وليست متنا، واقعية محيثة. والحيثية لا هوية لها مستقلة، وجودات رابطية. إذا أردنا أن نعطيها كيانا مستقلا، نعطيها كيانا بالادعاء، بالاعتبار. إذا هذه الحيثية طاردة العدم، يعني الوجود ادعائي، اعتباري. إيه فيكون انتزاعيا. اذا هذا عموم ذهني وليس عموما واقعيا. اذا موضوع الفلسفه في الرؤيه المشائيه هو الا بشرط القسمي، يعني الوجود المقيد بالعموم، هل صفه العموم موجوده في الخارج؟ على مبنى المشاء؟ ام واقعيات مقطعه؟ واقعيات مقطعه. صفه العموم لا يمكن ان تكون في الخارج. إذا موضوع الفلسفة هو الوجود العام وهذا العموم عموم ذهني يعني العمومية عموم ذهنية كلية كلية ذهنية صدر متألين ضرب هذا المعنى واكتشف موضوعا جديدا أن هذا الوجود العام وجود عام خارجي تقول يا شيخنا العزيز العموم المنطقي موجود في الخارج لا عموم سعي يأتي الثراء الاصطلاحي لا يمكن ان يقول العموم المنطقي يعني مفهوم الوجود يصدق على كثيرين في بعد الحيثيه مفهوم الوجود يصدق على الواجب في متنه المقدس ام في حيثيه طريده العدم تقول لا يصدق في حيثيه طريده العدم التي يشترك فيها حتى في الحجر وهذا سياتي الاشتراك المعنوي ويشترك مع العقل الاول ومع جبرائيل في تلك الطريقة العدم عدم وهذا هو الاشتراك المعنوي اذا هذا العموم عموم انتزاعي عموم ذهني صدر المتالي نسف هذا الموضوع قال عندنا عموم سعي والعموم السعي ياتي متفرقا او متصلا ياتي متصلا مضطر ان يقول بحيثيه اخرى وهي التشكيك التشكيك الخارجي اذا صدر المتالهين اخرج موضوع الفلسفه من حاكمية الذهن والسلطنة الذهنية إلى الواقع الخارجي إذا عموم سعي لا بشرط قسم خارجي الموضوع المشاء موضوع الفلسفة الانطولوجية المشائية موضوع الفلسفة هو لا بشرط القسمي إلا أنه لا بشرط قسمي ذهني يعني عموم ذهني صدر المتالين عموم خارجي ليس عموما منطقيا اكتشف المصطلح ابتكر المصطلح العموم السعي يعني حقيقة واحدة سارية حقيقة واحدة سارية في مراتبها سيأتي هذا بالتفصيل فقط هنا أشير فقط إضاءة فقط إذا لا تشتبه موضوع المشاة غير موضوع الحكمة المتعالية موضوع الحكمة المتعالية وجود عام نعم موضوع المشاء وجود عام نعم موضوع الوجود العام عند عند المشاء عموم ذهني عموم ذهني كل منطقي اما العموم عند الصدر المتالين عموم خارجي عموم سعي عموم سعي حقيقه خارجيه منبسطه في مراتبها سياتي ان شاء الله بالتفصيل اما المشاة لا المشاء تعامل مع الحيثيه صدمو المتالين خرج من الحيثية يقول الحيثية أنا أوافقك انتزاعية وجود ربطي أما الموضوع هو الحقيقة تلك الحقيقة يعني الموضوع هو موضوع الواقع الخارجي أما المشا لا المشى مسكين يؤمن بالوجود العموم الذهني فقط إذا تأسس نسق فلسفي النموذج فلسفي يسمى الحكمة المتعالية على أنقاض موضوع الفلسفة المشائية سيد العلماء لم يبين هذه المسألة هنا بالتفصيل مع الأسف الشديد ذكرها هكذا وخلاها مجملة مبهمة ماذا يقول؟ يقول فإن موضوع الفلسفة الأنطولوجية الموجود العام الذي نتصور تصور أوليا ونصدق بوجوده كذلك هذا ذوق مشائي لنتصور وتصديق أما الصاد المتعلين الوجود وجود خارجي يعني يتعامل معه بالشهود كحقيقة أنطولوجية وليس كحقيقة منطقية تقول شيخنا العزيز ماذا يترتب على هذا الفارق الكبير على هذه الرؤية المتباينة يترتب حق الفلسفي جديد الحكمة المتعالية مسائلها يجب أن تفهمها وفقا لهذا الموضوع موضوع الحكمة المتعالية إذن الفلسفه المشائيه ذهنيه محضه تابعه لموضوعها الذهني. الحكمه المتعاليه خارجيه مطلقه تابعه ل خارجيه موضوعها. لكن اذا جئت الى هذا الكتاب ولا حتى الاصفار حتى الاصفار تجد المقاربات كلها ذهنيه. مع الاسف الشديد هنا الخلل المنهجي. الخلل المنهجي. اعيد المساله. موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق يعني المقيد بقيد الإطلاق يعني العموم ما معنى؟ يعني الله تعالى واجب الوجود محيث بطاردية العدم حيثية حيثية طاردية العدم يعني التحقق العقل الأول تحقق العقل الثاني تحقق العقل المليار تحقق عالم مثل بجميع شراشيره تحقق 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 عالم الخلق المادي تحقق تحقق إلى الهيولة تحقق إذا كلها مشتركة في موضوعاتها أم في ذلك تلك الحيثية تلك الحيثية والحيثية من طبيعتها انتزاعية يعني وجود ربطي لا هوية لها مطلقا الحيثيات كلها التعينات كلها المحمولات كلها في الفلسفة عبارة عن وجودات ربطية إذا كيف نوحدها نوحدها خارجيا أم نوحدها ذهنيا نوحدها فهميا نوحدها فهميا ونؤسس لموضوع ذهني هو الوجود المطلق مقيد بقيد عموم ذهني لأن يعني ما في عموم خارجي واقعيات متقطعة صدر المتألهين يقول إذا بنيتم على الحيثية ستصلون إلى الوجود العام الذهني إذا بنيت على الواقع الساري بوحدته الواقع الواقع حقيقة ليس الحيثية حقيقة واحدة سارية فالعموم يكون عموم خارجي ضربا للعموم الذهني نقول عموم سعي خروجا من العموم المنطقي الصدق على كثيرين هنا عموم سعي انبساطي سرياني سميها كما تشاء هذه المسألة مهمة جدا ثم المسائل التي تتفرع تتفرع وفق فهمنا لهذا الموضوع. فالفلسفه المشائيه تكون ذهنيه بامتياز. اما الفلسفه الصدرائيه او الحكمه المتعاليه تكون خارجيه بامتياز. والسيد العلامه يقول ان الموجود الاصيل لا ياتي الى الذهن مطلقا. هو سيصرح وان شاء الله في محلها نعمق هذا البحث اكثر لانه مفتاح نهاية الحكمة ومفتاح الأصفار ومفتاح العلوم مفتاح العلوم ثم كيف تتفرع العلوم مبدأ التناقض كمعيار عقلي سيد العلامة هنا جعله مسألة تنتمي إلى الأنطولوجيا سلمنا مسألة موضوع محمول له صياغتان صياغة حملية تقول: الناقضان لا يجتمعان أو اجتماع كل اجتماع الناقضين محل كل اجتماع الناقضين محل اجتماع النقيضين موضوع محل محمول هذه الصيغة الحملية فيه صيغة شرطية منفصلة الشيء إما موجود وإما معدوم يعني الشيء إما أن يتسع للموجودية أو يتسع للعدمية ولا شق ثالث بينهما أليس كذلك؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان كيف انشقت العلوم موضوعات العلوم من الفلسفة لأن يعني هذه مسألة فلسفية هم يقولون أولى الأوليات مبدأ التناقض يقولون مسألة فلسفية إلا أنها أبدى البديهيات ليس معيارا قبليا ما قبل الفلسفة لا يهم هذه الصيغة الشرطية الانفصالية شيء إما موجود ومعدوم هنا في الفلسفة قيد الآن الشيء بالشيء المتحرك والساكن الشيء يعني قيده بالجسمية في ذات الفيزياء إما متحرك وإما ساكن إذا الموجودية تتقيد بالتحرك والمعدودية تتقيد بالساكن إما صحيح وإما مريض إما شروق وإما غروب إذا من هذه القضية أم القضايا بصيغتها الشرطية استخرجنا كل موضوعات العلوم قال وثانيا أن موضوع الفلسفة الأنطولوجية لما كان أعم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه كانت المحمولات المثبتة فيها في هذه الفلسفة إما نفس الموضوع يشير إلى القضايا التي تسانخ تطال جميع الموضوع او المتردده ياتي ان شاء الله بيانها بالتفصيل. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد